بسم الله الرحمن الرحيم. هيدا لبنان هيك تعودنا عليه وهيك منعرفه. أكيد بدي أقول ألف مبروك لكل الإنجازات اللي عم بيقدموها كل الفنانين. بقول لدكتور ميشيل داهر يعطيك ألف عافية. هيدا لبنان، هيدا بيروت، هيدا نحنا. وأكيد كلنا منتوافق على شغلة إنه نقدم هالتروفي لكل نقطة دم عم تسقط على حدود لبنان ليحافظوا علينا ويخلونا عايشين مثل ما نحن عايشين اليوم. الجيش اللبناني أولاً، وكل من عم بيساعد الجيش اللبناني. أصر وأكرر، اللبناني بيسعى دايماً أنه يثبت حاله وحلمه أنه يقدر يحقق إنجازات عمره بقلب بلده. قد ما حاولوا يدمره رح نضل نعمر. كلمة لك. المكرم نجح بأصعب الظروف أنه يدخل المنافسة ويحقق مشاريع شكلت إنجازات عقارية بالسوق اللبناني العريق. السيد مصطفى أحمد. مصطفى أحمد حكاية شخص حول عالم البناء والعقارات من مهنة صلبة وجافة لشغف بحوله لمثال وقدوة بمجاله. مسيرته المهنية انطلقت من أفريقيا لتمتد من بعدها للعراق ولبنان، واليوم مع أكثر من 13 مشروع يعتبر من الأهم معمارياً، تحولت شركة تريليوم هولدينج لمجموعة رائدة بعالم العقارات بلبنان، الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل إدارة مصطفى أحمد وعمله الدائم بإطار تحسين عالمنا وإضافة معالم منفتخر فيها. I always had a dream to invest in my country and I always believe in my country and to all the Lebanese that are abroad and who are thinking about investing. Always remember one thing. The Lebanese are the most creative people, the most dynamic people, the most passionate people, and the most confident people. And we will never be drowned by the voices of negative people. We believe in our country. And despite what everything goes around our country, Lebanon will always rise to the top. I would like to share this with my team at Trillium, with my family, with my friends, with my wife, who is my huyam, and to my two beautiful daughters, and most importantly, to my mother and father, who have been with me every step of the way. Thank you very, very much.